بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا بالميقات ولا وصلنا الكعبة، وكرم وهاي الأمر اليوم من روح المرحوم مأمون محمد جاموس ابن صبحية، نفذتها إحدى النساء. اللهم اغفر له وارحمه يا رحيم، اللهم رد ترابه واشر حسابه يا رب العالمين. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له دارا بخير من داره، وخيرا من داره، واهلا بخير من اهله، وزوجه خير من زوجته يا رب العالمين. اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه، اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه يا رب العالمين. لا اله الا انت سبحان الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. اللهم نقيه من خطايا كما نقى الثوب من الدنس. اللهم اجعل اللهم اكبر اللهم اغفر له وارحمه الى اذان الصبح. اللهم اغفر له وارحمه يا رحيم، اللهم اغفر له حسابه. لا اله الا انت سبحانك اللهم، ولا حول ولا قوه الا بالعظيم. اللهم اجعل قبره روضه من الجنه، اللهم ارحمه، اللهم اجعل تراب الغيث حسابه يا رب العالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وانت ارحم الراحمين. وهي العمره بوجه الله تعالى، اللهم نرجو من الله القبول، نرجو من الله القبول. لا اله الا انت سبحانك من الظالمين. اللهم اغسل ماء الثلج والبرد، ونقي من الخطايا كما نقى الثوب من الدنس. لا اله الا انت سبحانك اني كنت ظالمين، وانت ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله اكبر.